تمام وثالثة بتوقيت الجزائر، موعد إخباري، أهلا بكم. بداية نتابع فيما يلي جزءا من الاعترافات التي أدلى بها الإرهابي عرقوب الجيلالي المكنى النواس، والذي سلم نفسه للمصالح الأمنية التابعة للجيش الوطني الشعبي. فكرة الاختطاف جات من الشرق، وأول اختطاف داروه بولاية شلف، خطفوا واحد داو من عند الجنبير، مات تم في المنطقة تاع مقورنو. من بعد النائب تاعو كان المدني لسلوس، هو اللي نصبوه أمير في مكان عبد القادر صوان. الجيش وين يسمع بإرهابي هكذا في كاش بلاصة، ثاني يحاصروا، ثاني يديروا الطوق. هما هذا الاستراتيجية تاع الطوق هذه هي اللي اثرت عليهم. النداء تاع عاصم مدني للسلوس هو اللي اثر فينا، خاش لما دار النداء هذا كل اللي ما تقبلوش انا المهم تقبلته، علاش لحقنا المرحله خلاص. كي راحوا من عندي المهم طولوا عليا، انا كي طولوا عليا خلاص رجلي يعني تحسنت شويه، ثم قررت. هذا وتتابعون اعترافات الإرهابي عرقوب الجيلالي المكنى النواس، تتابعونه كاملة عقب هذا الموجز. إلى فعاليات معرضي الإنتاج الجزائري المتواصلة بقصر المعارض بصنوبر البحري، حيث يسعى المتعاملون الاقتصاديون إلى رفع حجم صادراتهم من مختلف المنتوجات نحو الأسواق الخارجية بعد أن حققت الجزائر عائدات معتبرة في هذا القطاع. وبقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة، صالون الدولي للنسيج والألبسة والجلود فرصة أخرى للتعريف بالمنتوج الجزائري واكتشاف منتوجات الدول المشاركة في هذا المجال. تعزيزا لثقافة الاعتماد على التأمينات التكافلية وتطوير التمويلات التي تتطابق مع الشريعة الإسلامية، تم إبرام اتفاقيتي تعاون بين القرض الشعبي الجزائري ومؤسسة التأمين التكافلي للأشخاص ومؤسسة التأمين التكافلي على الأضرار. في موضوع آخر، أعطى المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلان بوغلاف من ولاية ابن عباس إشارة انطلاق قافلة طبية تضامنية ستجوب مختلف المناطق النائية بالولاية. جاء هذا خلال وقوفه ميدانيا على جاهزية الأفراد في مختلف وحدات الحماية المدنية بالولاية. دوليا وفي المغرب، حذر إعلاميون وحقوقيون من العواقب الخطيرة لسياسات نظام المخزن على مستقبل البلاد، خاصة فيما تعلق باعتماد مقاربة أمنية لتصفية الحسابات مع المعارضين والإمعان في التطبيع مع الصهاينة. وأكد الحقوقيون أن المغرب دخل منعطفا أمنيا خطيرا، وأن كلفة التغيير ستكون باهظة في ظل رفض المخزن لأي تغيير سلمي وديمقراطي. في السياق ذاته، قال الإعلامي المغربي المعارض أبو بكر الجامعي في تصريحات صحفية أن المخزن أصبح يعتمد على خطة ممنهجة للسطو على حرية التعبير والتهجم على الأصوات الحرة عوض فتح الباب أمام النقاش البناء لتغيير الأوضاع. في فلسطين المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم 11 فلسطينيا خلال عملية دهم واقتحام طالت عدة قرى وبلدات بالضفة الغربية، فيما أصيب شاب آخر الليلة الماضية خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال شرق القدس المحتلة. إلى ذلك، أعلن الرئيس محمود عباس عن البدء في حملة دولية واسعة من أجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يعاني في الفترة الأخيرة من تصعيد غير مسبوق. رياض الآن، عاد أمس إلى أرض الوطن المنتخب الوطني لرفع الأثقال ذوي الهمم قادما من دبي، حيث شارك في بطولة فزاعة العالمية لرفع بالقوة. حصد التشكيلة الوطنية بلغ 9 ميداليات، منها 5 ذهبيات، 3 فضيات وبرونزية واحدة، حصلة تضع المنتخب الوطني في أحسن رواق لضمان التأهل إلى الألعاب البارا أولمبية 2024 بباريس. هذا مشاهدينا ختام النشرة، نلتقي بعد قليل.